السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. الفيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال، راح تكون الدجاجة المحشية باللحم المفروم، واللحم المفروم راح يكون محشي بالفرماج. يعني واش راح نتعلموا في هذا الفيديو؟ نتعلموا كيفاش نديزو سيو الدجاجة تاعنا اللي تكون مفتوحة باش نديرو بها الرولي. بالنسبة للرولي تاع الدجاج كاين عدة طرق. الوصفة هذه اللي كانت مطلوبة انه الجناحتين يبقاو ويجو مربوطين معاها كيما راكم تشوفوا، جويجة مقمطة ما شاء الله. المهم طونا واش قلت ندير لكم؟ ندير لكم في الطبيسي هذا لا غارنيتور اروماتيك، بصل، التوم، طوماطيش، فلفل، زعتر، رانتوم، لي زيبيس، ملح، فلفل كحلي راح تقدروا ديروهم مع زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الزبده تحطوها في سنيوه، وانتم تقدروا تدخلوها وطيب. باسكو انا هذه الوصفه مانيش حنطيبها، راح نعلمكم كيفاش ديزوسيو، كيفاش تمارينيو الدجاج الداخل، وكيفاش ديروا لافيون داشي تاعكم او ميم طو لافيون داشي راح يكون وفارسي. الفيديو هذا بزاف مهم وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتتعلموا منه. هذه هي، قبل ما نبداو ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لا حبرك الله، كيما راكم تشوفوا هاي لك الدجاجه تاعنا قدامنا. لازم نخيروا الدجاجه تكون جديده وتكون لابو تاعها صحيحه. نغسلوا الدجاجه تاعنا مليح بالخل شويه قارص ونشفوها، نخلوها تقطر ونشفوها. كيما راكم تشوفوا هنا نحيت لها غير هذوك الزوائد تاع الجناحتين، نحيت لها الرقبه، لي زابط تاعها راها مغسوله ومقطره ما شاء الله. شوفوا الدجاجه تاعنا شحال شويبه ما شاء الله. هذه هي هنا الدجاجه تاعنا راه واجده، نتكلوا على ربي. واش راح نحتاجو؟ نحتاجو موس يكون ماضي، الفيزي تاعنا اللي راح نمضوا بها الموس. هاي لك الدجاجه تاعنا هنا هبطها فوق البلون طرافاي. اول حاجه منين راح نبداو؟ حنا راح نديرو الدجاجه تاعنا رولي، نبداوها هنا مستر. تحوسوا تبداوها منا ولا منا عادي. شوف نقلب لكم هنا العقليه، هنا واش كاين في الوسط؟ كاين هاد العظمه، نحطو هنا الموس تاعنا كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للموس تاعكم لازم تمضوه مليح. شوفوا كيفاش ندخلوه هنا قدام هاد العظمه ونهبطو غير بالعقل. عندما نتوما راح تهبطوا هنا اللحمه تاعكم لازم الموس توجور يكون لاصق في العظمه. هذه هي باش ما نخلو حتى حاجه، هكذا غير بالعقل. هايلك دوك هنا واش راح نديرو؟ هنا توجور ندخلو الموس تاعنا وين كاين العظمه، هكذا نحمها غير بالعقل. هنايا توجور تخبطوا هنا في العظمه في العظمه في العظمه غير بالعقل. نزيدو نسلكو هذا الصدر، راهي حاصله فيه العظمه كيما راكم تشوفوا، ونخلوه كيما راهو باش لابو تاعنا ما تتقطعش. دوكا هنا واش راح نديرو؟ الصدر تاعنا راهو منحي. دوكا نجو هنا نفس الطريقه، نحصلو الموس تاعنا هنا قدام العظمه وتوجور نميلوه للجهه تاع العظمه. هذه هي باش ما نخلو حتى حاجه كيما راكم تشوفوا. وهنا حذر يهرب لكم الفيلي، هذا الفيلي تاع صدر الدجاج. هايلك ان شاء الله برك الامور تكون واضحه وتفهمونا مليح باش تجيبوها في الشبكه. هذه هي كملوها هكذا غير بالعقل. كندور الدجاجه تاعي كيما راكم تشوفوا ونكملوها لهنا. هذه هي دوكا هنا ثاني حاجه واش راح نديرو؟ نجو هنا ليكويس تاعنا نطرطقهم كيما راكم تشوفوا، نجي الكويس هذا الدوزيام نزيد نطرطقو هكذا هنايا. واش راح نديرو؟ كيما راهو هكذا قباله راح نحط الموس تاعي ونتبعو العظمه تاعنا. هذه هي هكذا. دوكا هنا بعد ما نخرجوا العظمه هذه ندخل الموس تاعنا ونقطعوها هنا ونجيبوا الدجاج تاعنا بهذه الطريقه هكذا. انا مانيش حاب نزرب لكم حتى حاجه باش الامور تكون واضحه. هذه هي كيما راكم تشوفوا، هنا راح نكملوا هذه العظمه هكذا. توجور روحوا معها غير بالعقل، نتوما الموس تاعكم لازم تخدموه توجور جهة العظمة، ما تهربوش جهة تاع اللحمة باش ما نخسروش اللحم تاعنا. هنا شوفوا دوك راح يطلع هذاك العظم الرقيق تاع الكويس، شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله. بعد ما نهربوا هذيك العظمة تاعنا نروحوا مع العظم هكذا غير شوية شوية
نهبطوها كامل، وهنا نقطعوها هنا دوكا. واش راح نديرو؟ نكملو هكذا غير بالعقل كما راكم تشوفوا. نحطو هاد العظمة هنا، نجبدو هذا كما راكم تشوفوا. دوكا هاد الجهة هنا راها بانت ما شاء الله. دوكا واش راح نديرو؟ نروحو معاها هنا غير بالعقل باش نجيبو الجهة التحتانية هكذايا، هكذا توجور خبطو في العظم، ما تخسروش اللحم تاعكم. هذه هي، نقلبها لكم هنا باش تشوفوا. هكذا نروحو معاها غير بالعقل، ما تتقلقوش. هكذا ضربوا توجور السكين تاعكم اللي تحت، وكي يحفلكم الموس اضربوه تمضيه خفيفه ظريفه. هذه هي، هنا راه بدات تبان ما شاء الله. نزيدو نكملوها هكذا شويه هنايا باش نسوطيو للجهه التحتانيه. شوفوا راهي بدات، وكنعاودو نولو لهاد الجهه كيما راكم تشوفوا. نحطو السكين تاعنا هنا في الوسط، نتبعو العظمه تاع الكويس. ها عندما راح تطلع راح تتنحى فاصله. هذه هي، نزيدو نحطو هنا الموس تاعنا والكويس تاعنا. حنا علاه ماذا بينا باش ما نخسروش. دوكا هنا هاي ديك الجلده تاعنا لازم نتبعوها غير بالعقل. نعاودو نجو لهاد الجهه كيما راكم تشوفوا. هذا تبعوا توجور هذاك العظم باش ما نخسروش الجلده. هذا راه طارت هنايا، ها ضرب توجور للعظمه للعظمه للعظمه. اذا دوكا نتوما واش راكم تشوفوا؟ هادو هما لي كويس، راهم ديزوسي ما شاء الله. هنايا الجلده في الوسط هي الاساس، لو كان تقبو هنا الجلده تما ما درنا والو. دوكا هنا الصدوره تاعنا كيفاش نديرو باش نعاودو نعمرو هاد الفارغ؟ نجيب المستعين عاود نمضيه ملاح. دوكا الصدر هذا واش راح نديرو؟ نعاود ما نفتحوش لهنا ويروح لله، نعاودو نفتحوه هنا كيما راكم تشوفوا. باش علاش الصدر هذا تاعنا هنا كيما راكم راح يعاود يولي لهذيك البلاصه تاع الوسط كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه راح يعمر لنا هذا الفيد اللي راهو في الوسط. ومن الجهه هذه كذلك نديرو بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا. هنا راح ندوزو للخطوه الثانيه واللي هي مهمه. اول حاجه راح نديرو التتبيله تاع الدجاج. هذه التتبيله واش فيها؟ فيها ملعقه كبيره تاع لاموطر، عندنا الملح، فلفل كحل، زنجبيل ضروري في التتبيله تاع الدجاج. وعندي هنا الكيري انديا، فصيت لهم حوالي 3 فصوص تاع الثوم، شويه زعتر محطه، وشويه زيت، عصرة قارص ولا ملعقه تاع الخل. التتبيله راها واجده، وديروها هكذا ثقيله ما تجيش جاريه. ما هذه هي، هذه حاجه مهمه. وتاني حاجه شنو هي؟ لا فارس. قلنا راح نديروها بلا فيونداشي، او ميم طو لا فيونداشي هذاك راح يكون فارسي بالفخوماج، راح يجي على شكل بوده. هذه هي دوك تشوفوا هنا لا فيونداشي عندي حوالي 500 غرام راح نتبلوها. دوكا بالنسبه للتتبيله عادي، كمون، فلفل كحل، راس الحانوت، التوم، شويه معدنوس، شويه بصل، ونعجنوهم بالبيا. هذه هي الطريقه. وانتم الا كش واحد يحب التتبيله تاعو خاصه في الفيونداشي يستعملها عادي في بلاده. دوكا هنا اول حاجه واش راح نديرو؟ راح نجيبو لا مارينات كما راكم تشوفوا، ونمسحو كامل الدجاجه تاعنا. هذه هي. وبالنسبه هنا الكميه تاع الملح ديرو كميه تكون مليحه شويه، باسكو الدجاج كل ما راح يتملح كل ما راح يعطي البنة ديالو. بعد ما تبنا لا فيونداشي واش راح نديرو؟ نجيبو ورق الزبدة ولا ورق شفاف ولا ورق ألمنيوم، راح نخدمو عليه غير البودة. أنا ما كانش عندي ورق شفاف، هي أحسن تستعمل الشفاف ولا بابي كويسون. كيما كانش راح نستعين بالألمنيوم. شوفوا الورقة تاع ألمنيوم راح تكون قيس الدجاجة. حطوها هنايا، نجيبو لا فيونداشي تاعنا ونبسطوها كامل. نديرو راح نجيبو قطع تاع الفرماج، يكون فرماج صحيح كيما لو بربر، يكون شايد روحو كيما راكم تشوفوا. ندورو لهنايا الرولي تاعنا هكذا خفيف ظريف، نلصقو هنا مليح. قلنا حنا الألومنيوم هذا علاش راح نديروه؟ باش يعاوننا في الرولي هذا المكان. هذه يعني هنا الرولي تاعنا راهو واجد وبطبع. دوكا كيما راهو هنا الرولي تاعنا واش راح نديرولو؟ راح نجيبوه هنا فوق الدجاجة كيما راكم تشوفوا.
راح يجي بالطبع، وهالطريقه راح تساعدنا وعلى بالي راح تعجبكم باذن الله. انا بعد ما حطيت لافيون داش يعني دنيت لكم الدجاجه تاعنا باش تشوفوها مليح. هنا هذوك الصدوره اللي كانوا هنا شويه خشان راني عاود فتحتهم، شوفوا هنا لافيون داشي راهو على حساب الوسط. هذه هي تبقات لي شويه تاع التتبيله، نديروها هنا كيما راكم تشوفوا. دوكا هنا واش راح نديروا؟ اول حاجه واش راح نديروا؟ هذه الدجاج اللي فتحناها نحطوها هنا كيما راكم تشوفوا، لصقوها مع لافيون داشي. الحاله راهي ما شاء الله. نجيبوا الدجاجه تاعنا كيما راكم تشوفوا لهنايا هكذا. واش راح نديروا؟ راح نزيدوا نجيبوا هذه الجهه اللي منها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، نحطوا الجناح تاعنا. هاي ديك الدجاجه تاعنا كيفاش راح تطلع بعد ما غلقناها، راها ما شاء الله. دوكا انا هنا واش راح ندير؟ نعاود ندورها باش نوريكم الطريقه تاع الغلاق. هنا اول حاجه واش راح نحتاجوا؟ راح نحتاجوا الخيط تاعنا كيما راكم تشوفوا. نحكموا الخيط تاعنا كيما راهو، اوب ندخلوه من تحت. وين راح يجي؟ راح يجي هنا في الوسط كيما راكم تشوفوا. ابري هنا واش راح نديروا؟ راح نجيبوا الخيط تاعنا حتى لهنا ونديروا عقده كيما راكم تتبعوا معايا مليح الطريقه. نحكموا الخيط تاعنا هنا، نعاودوا ندخلوه من هنايا كيما راكم تشوفوا. ندو حتى لمور الجناحتين هكذا، ندخلوا الخيط تاعنا هنا ونديروا العقده كيما راكم تشوفوا. العقده تاعنا هاي ديك تروح لهيه وتتزبط كيما راكم تشوفوا. دوكا هنا واش راح نديروا؟ راح نديروا الثانيه، لكن الثانيه راح نطموا معاها الجناحتين كيما راكم تشوفوا. نحطوا الخيط تاعنا هنا هكذا، يجوز من تحت يجوز هكذا، ساهل معنا. هنا راح نعاودوا نطلعوا الجناح هذا كيما راكم تشوفوا، هنا نزيروا مليح وندخلوه هنا داخل الخيط. نعاودوا نطلعوا الخيط تاعنا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا بعد ما نعاودوا نشدوها نعاودوا نديروا ربطه كيما راكم تشوفوا. نزيدوا نحكموا الجناحتين تاعنا هاد المره باش ما عندهم وين يهربوا. هذه هي، نزيدوا نحكموا الربطه تاعنا هنا، نعاودوا وحده هنايا هكذا ونجو جايين كيما راكم تشوفوا. نزيدوا نعاودوا وحده هنا، نحطوا الربطه تاعنا ونجو جايين هكذا. دوكا هنا ما يشقاش زعما تربطوا فور ولا تكثروا هكذا، هاو ليك لي سباس لي راح نخلوه كيما راكم تشوفوا. انا هنا الخيط خلاص لي. دوك واش راح ندير؟ راح نعاود نعقد هذا في هذا. ديروا بنفس الطريقه، ندخلوا الخيط تاعنا هنا من تحت هكذايا، نجيبوا الخيط تاعنا وراهو ما شاء الله. اذا كما راكم تشوفوا اخوتي خياتي العزيز، هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. الدجاجه تاعنا بعد ما فرسيناها شفتوا الخطوات كامل اللي مرينا بهم، التتبيله لافيون داشي تاعنا كيفاش نتبلوه وكيفاش نفرسيوه، كيفاش نديزوسيو الدجاجه تاعنا كيفاش نفرسيوها ونربطوها. هنا امام طون فلاسيت تاعنا قلت لكم درت لكم لا غارنيتور اروماتيك بالنسبه للناس اللي يحبوا يدخلوها تتحمر، يجيبوا البلاطو تاعهم يفرشوا هذا الطوماطيش البصل التوم زعتر رند ضروري. تقدروا تزيدوا ثاني حبيبه تاع زروديه ماشي بالعاني، تحطوا شويه لي زيبيس خفاف غير فلفل كحل الا حبيتوها سوسر وشويه فلفل عكري. هذه هي شويه تاع الزيت، تحطوا الدجاجه تاعكم زوج مغارف ولا تاع زبده من الفوق، تدخلوها تتحمر ساعه وعشرين دقيقه ساعه ونص تلقاو الدجاجه تاعكم طايبه بالطبع. والماء راح تمرقوها هكذا بشويه كي تشوفوا التكتيكه تاع لي زانغريديو هادو، تمرقوا بشويه 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 عندما طيب تجبدوها الجو تاعكم هذا، تحبوا تميكسيوه تصفيوه تحبوا تصفيوه ديريكت، هذيك راح تبقى عليكم. تخلوا الدجاجه تاعكم تبرد وتقطعوا دي طونش وتقدموها مع الروز لي بات لي فريت، هذيك راح تبقى عليكم. تقدروا ديروا لي ليغوم صوتي، هذيك قلنا راح تبقى عليكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله يكون مهم واستفدتوا منه. اهنا اخوكم دحمانوس، ما بقالو يقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. السلام.